تجسد حيوانات المها العربي رمزاً من رموز الأصالة والتراث التي تعكس البيئة الصحراوية في قطر. يطلق على هذه الحيوانات في قطر اسم لوضيحي، وتعد من الحيوانات النادرة التي يتنافس مصور الحياة البرية على توثيقها. وبما أن المها العربي من رموز التراث، فقد كانت دولة قطر من بين الدول التي سارعت في الحفاظ عليها من الانقراض، وذلك بإنشاء محميات طبيعية على أراضيها، حيث تعد من رموز التراث العربي خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي. يقوم المختصون في الجهات المعنية بتوثيق بيانات حيوانات المها العربي لضمان حمايتها، ويتم ذلك على مرحلتين. الأولى تتمثل بالمراقبة والرصد من خلال مراقبتها عن بعد بطريقة سلسة دون إزعاجها، وذلك لشدة خجلها وقوة بصرها. أما المرحلة الثانية من التوثيق فتتم خلال فترة دراسة طبيعة تحركاتها، وذلك ليتسنى للمصور تحديد مواقع ومواعيد التصوير دون مضايقتها. حيوانات المها العربية تعيش في العديد من المحميات حول قطر، وأهمها محمية المسحبية ومحمية راس بروج، وكذلك محمية الشحانية. تتمتع المها بجمال أخاذ بقرونها الطويلة ولونها ناصع البياض وملامحها وطبيعة حركتها الرشيقة. ذكرت المها العربية مرات عديدة في الشعر العربي، قام الشعراء بالتغزل بجمالها، ويرجع ذلك إلى أن المها تتمتع بجسد متناسق وعينين كبيرتين واسعتين حالكة السواد وقرون طويلة تشبه الرمح. المها العربي معروف منذ العصور الأولى، وهو حيوان بري ويتنقل إلى مسافات بعيدة في الصحراء، ومعروف أن أنه من الحيوانات المهددة بالانقراض، وعرف أن أيضا أنه من الحيوانات التراثية لشبه الجزيرة العربية. يعيش في المناطق الصحراوية، وغالبا هو تواجد في كثير من المناطق في الربع الخالي وأيضا في صحراء عمان وغيرها من المناطق القريبة من شبه الجزيرة العربية. هو يعتبر من جنس البقري الوحشي. يصل طول جسمه تقريبا 140 إلى 180، الوزن من 120 إلى 140. المدة العمرية لهذا الحيوان من 20 سنة إلى 25 سنة تقريبا. طبعاً في الصحراء هو يتغذى على الأعشاب والنباتات التي تنبت من تساقط الأمطار، ولكن احنا هنا بوجودها في مناطق مسيجة وداخل المحميات هي تقدم لها الأعلاف اللي هي مثل البرسيم والرودس. تقديم التغذية المدروسة والتي يحتاجها الحيوان من جميع العناصر والفيتامينات تكون مدرجة في هذه الأعلاف، بالإضافة إلى الأعلاف المركزة والأعلاف المالئة تقدم للحيوان يوميا بشكل اعتيادي. يعني الماء يكون ماء نظيف، وتنظيف الأواني التي يوضع فيها الماء بشكل يومي، وعمال مخصصين لا يعملون إلا بموضوع التغذية. عام 1972 كان عدد المها في قطر 4 رؤوس، أما اليوم فيتجاوز عددها 2000 رأس. من أهم القصص القديمة اللي إحنا نتداولها فيما بين أن نعرف أن كان الشيخ جاسم بن حمد الثاني قام برحلات صيد لهذا الحيوان في مناطق الربع الخالي، وحصل على أعداد كبيرة من أعداد يعني من هذا الحيوان، وجلبها إلى دولة قطر، وقام بإكثارها في محميات من المحميات المسيجة. من كان الهدف واضح بالنسبة له، أن ورؤيته واضحة لهذا الصيد لهذا الحيوان. كان هذا الحيوان معروف في شبه الجزيرة العربية، هو أيضا وغزال الريم أيضا. كان هذا الحيوان الحيوانات هذه مهددة بالانقراض، فكان هدفه واضح أنه يجلبها إلى هذه المناطق وأن يحميها
وكثارها في المحميات داخل الدولة عندنا في قطر. وبالفعل تحقق هذا الهدف، واليوم احنا نشوف نتائج واضحة بالنسبة لهذا الحيوانات، اللي سواء كانت المها العربي اللي يعرف باسم الوضيحي أو بالغزال الريم اللي هو الآن نجده أيضا داخل محمياتنا ومنتشر بشكل كبير. والحمد لله بدأنا نعيد تأهيله، وإن شاء الله في الخطة القادمة راح يكون في إعادة تأهيل لهذا الحيوانات، وأنها تكون بعد فترات طويلة أو بعد فترات من الزمن أنها تكون مطلقة في بعض المحميات المفتوحة. أيوة امسكه مظبوط، امسك بإيدك الثانية، امسك بإيدك الثانية أنت. يعني هذا الحيوان مصاب بإصابة فموية، سيقوم الطبيب أيدمر بعملية التنظيف والتعقيم ومعالجة الحيوان. على الأغلب هذا بدرب في تقرحات جوا، أول شيء بسويه بس جوا. بالإضافة إلى عدم تناول الحيوان للطعام، خلى العامل المسؤول عن التغذية يشك أنه في مشكلة. هذا الحيوان نادرا ما يصاب بالأمراض الوبائية إلا بالأمراض المرتبطة بالطفيليات المتواجدة في المحمية. أحيانا يتواجد طفيليات ذباب أو كذا يمكن أن يضع بيوضه على الجروح التي ممكن أن تتسبب بها العراك الذي يحدث بين الذكور، ويكون في تزداد المشاكل. إنما المشاكل الفردية، المشاكل الفردية بسبب العناية السنوية بالحيوانات، نقدم لها التحسينات الدورية، تحسين ضد الحمى القلاعية وضد طاعون المسترات الصغيرة، ضد الأنتروتوكسيمي اللي هو التسمم المعوي. من ناحية التقرح تم علاج التقرح الموجود جوا الفم، بس احنا حابين ناخذ عين الدم، ناخذ عين الدم نتاكد انه ما في عنده مشكله اخرى مشكله داخل الجسم. الرعايه الطبيه البيطريه عندنا كادر متمرس وخبير بهذا المجال، التعامل مع الحيوانات البريه يحتاج الى كادر خبير، و لأنه حيوان شديد الخوف وشديد الشراسة يمكن أن يتفلت منك بأي بسهولة. يعني محمية الشحنية ليست فقط مركزاً لتكاثر المها، بل هي محطة للعناية الطبية تحت إشراف الدكتور إدمر محمد. الولادات عندنا ما بتحصل غير بالمواسم. موسم الولادات بيكون بآخر ديسمبر وخلال شهر يناير وتقريباً لمنتصف شهر فبراير. باقي هاي الفترة الزمنية بتكون الأنثى بفترة الحمل. فترة الحمل تتراوح ما بين 8.5 أشهر إلى 9 أشهر. ممكن يكون في حسب الإناث اللي بتولد، ممكن يكون في حالة واحدة، ممكن يكون في 15 حالة بالمحمية المقصودة. أهم إشي بالنسبة للمها العربي وخصوص الإناث إنه ما تتعرض لأي نوع من أنواع الإجهاد أو التوتر. فإحنا بالعادة بس بنحاول إنه نمسكهم قبل موسم الولادات اللي هي مرة بالسنة، مشان نعطيهم التحصينات الدورية السنوية. دائماً الاسترس والإجهاد بيأثر على جهاز المناعة عند الحيوانات خصوص الحوامل، فمنتجنب أي تواصل أي مسك ما له داعي إلا بغرض تدخل البيطري أو الجراحي. يلا انزل أباي. أشرف باي، أنور باي، تعال. في واحد أمس سوي علاج اليوم ما يمسك، هذا باقي 4 نجيب هنا ونسكر، واحد واحد يمسك ويساوي علاج ويرجع هنا. أوكي؟ الحين الطاقم بده يحجز 4 من أصل 5، الخامسة علجناها أمس ما في داعي نسوي لها ستريس ونمسكها اليوم، فبدهم يحجزوا 4 جوا المنطقة هاي، بعدين نسكروا عليها باللوح الخشب بالمنطقة هاي هنا،
وبعدين من هون بنمسكهم واحدة ورا الثانية تحت العلاج راح تكون. فالهدف إنه نشكل حاجز هون زي ما أنتم شايفين لأماننا طبعاً كمان وعشان ما يهربوا. إذا أردت الإمساك بهذا الحيوان فعليك أن تكون عكس اتجاه الهواء لأنه يمتلك حاسة شم قوية. أحياناً نضطر يعني بيكون في بعض المها ما بضل يفوت جوا فبنضطر نفوتهم على أكثر مجموعة جوا لأنهم بشكل عام ما بيحبوا الحجز فبنضطر إنه اللي بنقدر نحجزه بعدين بنكمل المجموعة الباقية بنحجزه. هذا ذكر مها عربي عنده التهاب الحافر وعليه ضماد باندج بشكل دوري بيتم تغيير الباندج تنظيف الجروح وبنحط باندج جديد. احنا بنستخدم ادوات لعلاج الحيوانات زي ما انتم شايفين يتم تعقيمها وتخزينها بالباكيتات هاي قبل استعمالها. أنا بفضل مرتين بالأسبوع مش أكثر لأنه هاي الحيوانات ما بتحب المسك اليومي نهائياً بالعكس بخفض من جهاز المناعة. هاي هون واضح محل التهاب الحافر وفي بين شقين الحافر كمان الالتهاب موجود. لازم نضمن إنه المنطقة المصابة يتم تنظيفها بالكامل. الحمد لله في تحسن واضح هون. هذا اسمه وند دريسنج. طبعا الباندج كمان هدفه نمنع التربه تفوت جوا. التربه بتنقل الجراثيم وبتاخر الهيلينج بروسيس. هيك بنحافظ على نظافه المنطقه المصابه. اوكي. الحين بدنا نعطيه الابر اللازميته. خلاص الحين لو سمحتوا تتفضلوا على مؤخرة السيارة من فوق لأنه بدنا نطلق الحيوان عشان يرجع بروحه لجوا فعشان نضمن سلامتكم الشخصية. فإحنا إذا لاحظنا إنه في مولود عنده إسهال نتدخل بنمسكه بنعالجه وبرضه ما بنفصل عن امه لانه هو بده يرضع من الام. اذا كانت بتستدعي الحاله انه بدها تدخل بيطري وعلاجات بشكل يومي لحد ما المولود يصح بنعزل الام مع المولود بغرفه لحد ما يطيب المولود بعدين بنرجعهم على الحظيره الاساسيه اللي كانوا فيها. طبعا المشكله الاساسيه اذا المولود انولد وشرب من حليب امه صعب جدا انه يستسيغ اي حليب اصطناعي او بودره لانه بكون يعني بيميز الطعم. ببساطه برفض الحليب اللي بنعطيه، يعني معظم الحالات برفضه وبيموت من الجفاف. بس في حالات صارت عندنا انه الام مثلا ماتت خلال حاله او حالتين. الام بتموت خلال الولاده. والمولود بنولد وهو ما شرب شيء. فاحنا بنعطيه الحليب اللي عندنا الموجود حليب البودره وبيستسيغه. وبكبر وفي عندنا حاله في أنثى اسمها روزي تقريبا عمرها سنة ونص أمها ماتت خلال عملية الولادة وفي واحد من يعني من الزملاء عندنا اعتنى فيها وأشرف على الإطعام. طبعا احنا كنا نطعمها بشكل يدوي والحمد لله استساغت الحليب وكبرت ولهلا عندها يعني ما عندها خوف من البني آدمين ممكن بكل سهولة تقرب لما تشوف البشر. بالعادة المها بتبعد هاي بتقرب. إن العمل على المها لا يقتصر على المحميات فقط. هنا في كلية طب وايل كورنيل تم فك الشفرة الوراثية للمها حيث تكاتفت الجهود البحثية في مختبر علم الجينوم تحت إشراف الدكتور جويل.
So we decided to do the genome of the oryx because it was endangered. So there was a period of time about 40 years ago where the population of oryx became very small, actually to a point where they were worried that there would be no more oryx. And so we said, let's go ahead and at least look at the genetics of it. They've had a very successful breeding population to increase the number of oryx, and let's see if we can help also with the genetic side of it. And so the first thing you do with that is decode the genome so that you can understand what are the variations between the different oryx and understand that. Common these days, what we do is we take DNA from one oryx, and then we divide it up into very small pieces, probably about 300 letters at a time. And then we put it on a machine that can decode those 300 letters. We do that millions of times because the genome is quite large. It's 3 billion letters. So we decode that, and then we use a computer to put it back together and to understand also what the variations are between the mother and father's DNA and that sort of thing. That's the general way that we do that. يقارن دكتور جويل الشفرة الوراثية لكل مها في سبيل ولادة جيل جديد بجينات مختلفة تجنباً للمشاكل الناتجة عن القرابة ومساهمة في تحسين النسل والحفاظ على السلالة الأصلية للمها العربية. The genetic map that we did just gives us a reference so that when new oryx come in, we can compare it to that reference and understand what's the difference between this oryx and the reference that we have. And so, for example, recently we did a project where we looked at about 300 oryx that are in Qatar from different areas in Qatar to look at their genetics. And that's what this is right here, so you can see. We can see just how related they are. The shorter the line, the more related they are. And so from this information, we'll know that an oryx on this side of this graph, we probably don't want them breeding with oryx next to them because they're genetically very similar. We want them breeding with oryx over here. And what that does is it makes sure that all the different genes that the oryx have, the different versions of the genes that the oryx had, are spread out, and you don't end up with disease concentrated in the population. There was a very large population of oryx in Arabia, and because of hunting, because of development and climate change and that sort of thing, their population really started to shrink. And so probably around the 1970s, they started realizing, really, if at the rate they're going, we're going to not have any more oryx. And there were times where were areas of the Arabian Peninsula where there were really effectively no more oryx. In Qatar, they did fairly early on recognize that problem, and so they started creating protection for the oryx. And they said, let's bring the oryx that remain into an area where we can protect them, and then also start breeding them and trying to keep the diversity that's needed for them to adapt to changes in environment and the way that what food's available to them and that sort of thing. And so when that happened, there was a very small population of oryx. And so that was the key for them to be protected, was to not have people hunting them, to not have diseases necessarily ravaging them, and then to begin a breeding program. And they've been very successful. I believe that there are tens of thousands now of oryx, or at least in that range of oryx that are now there. Whereas I think at some period they thought there might only be 4 oryx available in the world for the population. قام مركز التقنية الحيوية في إدارة البحوث الزراعية عام 2010 بتعريف حيوان المها جينياً، ومن ثم التعاون مع كلية طب وايل كورنيل عام 2012 لتحديد التسلسل الجينومي وفك الشفرة الجينية للمها العربية في سابقة بحثية مهمة. وتسعى حالياً إدارة المحميات الطبيعية لوضع برنامج تزاوج بين الإناث والذكور الأكثر اختلافاً من الناحية الجينية
بالاعتماد على التحديد الجزيئي. طبعا من أهم اختصاصات إدارة البحوث الزراعية هو إجراء الفحص الوراثي لجميع المكونات الوراثية في دولة قطر، وخاصة فيما يتعلق بالحيوانات والنباتات في الدولة. المها العربي بحكم أنه من الحيوانات المهددة بالانقراض، فبالتالي يجب علينا أن احنا نحافظ على هذه على هذا النوع من الانقراض، بهدف أن احنا نقوم بعمل وصف جيني للتراكيب الجينية لهذا المها العربي للمحافظة عليه من الاختلاط مع الأصناف أو الأنواع الأخرى من بلدان بعيدة تم استيراد بعض الأصناف لها على مر سنوات سابقة في داخل دولة قطر. طبعا احنا بالنسبة للأبحاث اللي أقيمت على المها العربي تحديدا هي مرت في عدة مراحل على سنوات طويلة جدا. يعني بدينا احنا كفك او كعمل بصمة وراثية في عام 2010 في إدارة البحوث الزراعية للمها العربي. انطلاقا من هذه المرحلة انتقلنا الى مرحلة اشمل منها في سنة 2012 في موضوع فك الشفرة الوراثية حتى نعرف التنوع الموجود داخل هذه الأصناف للمها العربي، ومعرفة مدى نقاوة هذه السلالة الموجودة في قطر من الاختلاط مع أي سلالة أخرى خلال السنوات السابقة. تم استلام في حدود 1461 عينة دم من إدارة المحميات الطبيعية، تم تحليل خلال مر السنوات السابقة 600 عينة، تم فحصها وراثيا، فك الشفرة الوراثية لها. متبقي الآن في حدود 361 تقريبا عينة محتاجين أن احنا أيضا نستمر فيها خلال السنوات القادمة بإذن الله. بتقنيات علمية حديثة يتم المحافظة على العينات عن طريق حفظها في درجة حرارة سالب 20 لتدوم عدة سنوات. طبعا النتيجة اللي احنا توصلنا لها خلال السنوات الماضية ان هناك اصناف موجودة في قطر نقية تماما، لم يكن هناك اي اختلاط مع اي اصناف اخرى دخلت البلد خلال السنوات الماضية، فهذا يعطينا مؤشر كبير جدا ان احنا نحافظ على هذا النوع، بالإضافة الى ان احنا قمنا بالتعاون مع إدارة المحمية الطبيعية في استكمال هذا المشروع مرحلة أخرى، وهو عملية التزاوج بين بعض الأصناف المختلفة بهدف زيادة الإنتاج واحد، اثنين بهدف أن احنا ندخل مثل ما يعني متعارف عليه دائما نقول احنا ادخال دم جديد بهدف المحافظة ونمو هذا القطيع وسلامته من الأمراض، وخاصة بما يسمى الأمراض الوراثية اللي تؤدي بالتالي إلى أن قد يكون أمراض مزمنة وتؤدي إلى انقراض هذا الحيوان. يعتبر المها العربي الرمز الوطني لدولة قطر، وللأسف كان ولعدة أعوام على شفير الانقراض، حيث أدى التطور العمراني المتسارع إلى تدهور هائل وتقلص الموطن الطبيعي لحيوان المها العربي. بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الصيد الجائر التي تسببت في تناقص أعداد كبيرة من هذه السلالة، إلا أن جهود دولة قطر أثبتت نجاعتها في المحافظة عليه من الانقراض.